السلام عليكم أعزائي أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. نلتقي وياكم اليوم فيديو جديد بلعبة كلاش رويال وتغييرات التوازن. تغييرات التوازن راح تصدر يوم غدا، يوم 23/1، وهذه التغييرات راح تشمل مجموعة من البطاقات. أول بطاقة راح يشملها تغيير هي البرابرة المميزون. زاد الكلام حول البرابرة المميزون وقدراتهم اللي ما حد يقدر يوقفهم. بهذا التغيير راح يقل نقاط الإصابة الخاصة بالبرابرة المميزون بنسبة 4%، وراح يقل الضرر بنسبة 4%، وسرعة الإصابة ارتفعت إلى 1.5 ثانية، بعدين كانت 1.4 ثانية، يعني سرعتهم أيضا راح تكون أبطأ بالضربة، الضربة مالتهم راح تكون أبطأ شوية. البطاقة الثانية واللي هي دائما ما تستخدم ويا البرابرة المميزون هي بطاقة الصاعق أو الزاب. راح يقل الضرر الخاص بالصاعق او الزاب بنسبة 6%. يقول لك الزاب صار له فترة طويلة يستخدم باللعبة، وهذا التغيير راح يمنعه من تدمير الغيلان المساوية وياه بالمستوى، وراح يشمل هذا الموضوع غيلان البرميل، ويجعل التعويذات الاخرى مثل السهام بدائل مثيرة. الساحر الكهربائي راح يشمل التغيير، وراح يزيدون نقاط الإصابة به بنسبة 9%، وهذه الزيادة راح تأثر وراح تمنع الكرة النارية من تقضي عليه بضربة واحدة، وضرر التوارد راح يقل بنسبة 6%، يعني راح يساووه بالتخفيض اللي صار بالنسبة للزاب، أيضا خفض بنسبة 6% حتى يصير التوازن بالموضوع. الميجا مليون الضرر نقصوه بنسبة 4%، سرعة الإصابة ارتفعت إلى 1.5 ثانية، بعدين كانت 1.4 ثانية. راميات السهام أو الأرشر تم خفض نقاط الإصابة بنسبة 4%. الجذع أو الخشبة سيخفض الضرر بنسبة 4%. غولم الجليد راح يخفض نقاط الإصابة بنسبة 5%، وتقليل فترة الإبطاء التي تنتج عن موته. روح الجليد الضرر راح يقل بنسبة 10%. يقول لك روح الجليد حاليا تقدر توقف حشد كامل من المينيون على مسافة ضربة واحدة من برج التاج. يقول لك استهلاك، ويقول لك نشوف ميزة استهلاك الإكسير أقل بهيج نسبة، يعني كلش كبير. الساحر زيادة النطاق بمعدل 5%. يقول لك الساحر استخدام الفترة الأخيرة كلش قليل، ويحاولون بهذه الطريقة انه يزيدون الطلب على الساحر في اللعبة. هذا كل ما يخص التغييرات التوازن اللي راح تصدر لعبة كلاش رويال اليوم غدا. اتمنى تكونوا استفاديتوا من عندها. نلتقيكم ان شاء الله فيديوهات اخرى. تحياتي لكم، مع السلامة.